الآن إلى فاق البحث العلمي الرحب، حيث استطاع عماد الدين تبرمسين وهو طالب جامعي تخصص إعلام آلي بجامعة بسكرة، استطاع تطوير مشروع فلامينغو وهو عبارة عن شبكة من الطائرات بدون طيار طورها بإمكانيته البسيطة، هدفها الأساسي تحديد أماكن نشوب حرائق الغابات والعمل على إخمادها. ويتضمن هذا المشروع مشروع عماد وزميليه في جامعة بسكرة كاميرا ذكية تستطيع التعرف على الحرائق وتحديدها ما إذا كانت خطيرة بدرجة كبيرة أو هي في بداياتها. فالطائرة بدون طيار مزودة بشبكة مستشعرات تستطيع جمع المعلومات عن المحيط الغابي ومواضع نشوب هذه الحرائق. طبعا تحدث حول هذا المشروع الطموح مع عماد الدين تبرمسين الطالب الجامعي معي عبر سكايب من بسكرة. عماد صباح الخير. السلام عليكم، صباح الخير، شكرا على الاستضافة. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك عماد. إذا نبدأ من هذا المشروع، هو مشروع تخرج في الجامعة بالنسبة لك، مشروع فلامينغو، لماذا بالضبط اخترت الذهاب في مثل هذه المشاريع؟ ونحن نعرف في البيئة الجزائرية صعبة، لماذا بالضبط اخترت هذا المجال وكيف كانت البداية؟ واشرح لنا المشروع بشكل عام. السلام عليكم. أول حاجة شكرا على الاستضافة. ثاني حاجة، الهدف نتاعنا احنا كطلبة تاع إعلام آلي بصفة عامة هو أنه احنا رانا دي بروبليم سولفرز، تسمى رانا الهدف نتاعنا أننا نخدموا مشاريع لسولفيو لنا دي بروبليم كاينين في الحياة الواقعية باش نساهموا تطوير تاع الحياة. المشروع عبارة على شركة من طائرات بدون طيار مزودة بنظام ذكي يعمل بعض خوارزميات الذكاء الاصطناعي. الهدف نتاعو هو تحديد والكشف على حرائق الغابات والعمل على إطفائها. هذا المشروع بدأ من عام 2019. من بعد جاتنا الفرصة في مشروع نهاية التخرج، أنا وزميلي منصف أصيل تحت إشراف الأستاذة سمية صحراوي، باش نخدمو بروتوتيب ولا هيكل اللي مبينو باللي هذا المشروع ما راهوش امبوسيبل في الرياليزاسيون، هو مش كان يواجهوه اغلب التلاميذ من قبل، ما يبقاش نظري فقط. نعم. طيب تفضل احكي لنا في من ناحيه التفاصيل، لما نحكيو على طائرات بدون طيار، هل تم تطويرها على مستوى الجامعة بإمكانياتكم البسيطة أو ماذا بالضبط؟ نعم، بالطبع. هو مشروع سهل، قطع متوفرة في الجزائر، قمنا باقتناء بعض قطع تركيب، قمنا بتركيب هذا القطع والعمل إضافة بعض إضافات صغيرة. بعد هذا، بعد ما كان الدرون تاعنا واجدة، حاولنا نخدمه على الكوتي تاع الذكاء الاصطناعي اللي هو كان دالنا شوية وقت باش تخدم لوغاريتم ذكاء اصطناعي تعود عنده أكوريسي كبيرة، ماشي حاجة سهلة. دتنا حوالي هذا المشروع ككل حوالي 3 أشهر، 4 أشهر. في النهاية قدرنا نخدمه موديل اللي تقريبا الناس كامل عجبهم ودعمونا فيه. وبهذا المناسبة نحب نشكر جامعة بسكرة اللي في الأخير دعمتنا بزاف. النموذج متوفر عندك عماد؟ نعم بالطبع، ها هو النموذج، الطائرة بدون طيار. من قطع محلية أم مستوردة؟ قطع، هي قطع محلية، شاريناها من عدة محال هنا في الجزائر. طيب عماد، لما نحكيه على طائرة بدون طيار يطورها طالب جامعي أو حتى يركبها طالب جامعي، هل هذا بات من المتناول مع الطفرة العلمية اليوم المتاحة بالنسبة للطالب الجامعي اللي من خلالها تسمح له أنه ربما يمضي في مثل هذا النوع من المشاريع، أم صعبة مازال أمامنا عراقيل باش نوصلوا إلى أن تكون مثل هذه المشاريع متاحة بالنسبة للطالب؟ ما يخفش علينا انه هذه الطائرات بدون طيار، هو العديد من الناس كانوا سقساني كيفاش قدر تطورها، هي ماشي حاجه صعيبه بزاف. الحاجه الوحيده اللي صعيب فيها انك تبغي تزيد اضافه من عندك، تسمى كاين دي كونديسيون، كاين شروط لازم تدرسهم باش تشوف الريزلتات تاعك اسكو يطلعوا كيما الريزلتات اللي راك باغيهم انت ولا لا.
طيب جربتم هذه الطائرة بدون طيار؟ على الأقل تجارب أولية في محيط الجامعة أو حتى عندك في بسكرة؟ التجارب الأولية كانت في محيط تاع المنزل نتاعنا. بالنسبة للخوارزمية تاع الذكاء الاصطناعي جربناها في بيئة افتراضية كما يقولوا لنا سيميليتور. محاكاة. نعم بالطبع. طيب لو نعود للمشروع، شبكة أو عدد من هذه الطائرات باعتماد على هذه الطائرات اللي طورتموها في جامعة بسكرة، لماذا بالضبط ركزتم على إخماد حرائق الغابات انطلاقا من هذا المشروع؟ أول حاجة شفنا أن حرائق الغابات مش حاجة جديدة، حاجة اللي من الأزل كانت كاينة، ورغم أنه التكنولوجيا متطورة بزاف لأنه هذا المشكل بقى كل عام يزيد يتفاقم أكثر فأكثر. إحنا خممت أن نلقاو فكرة اللي ما نقولوش أن نحاربوه 100%، على الأقل نحثو تأثير كاين. الحل هذا أنه الهدف من المشروع نتاعنا هو ماشي كي يندلع حريق نروح نطفيه، مي انا نستنى جوست ما يبدا الحريق، تسمى في البدايه نتاعو ما نخليش الحريق هذاك ينتشر. هذا الشيء اللي راح يعاون بزاف في الحمايه المدنيه، تحديد اماكن نشوب الحرائق. نعم بالطبع. طيب كيف يعمل هذا المشروع فلامينغو، وكيفاش ممكن يستفيد منه اعوان الحمايه المدنيه؟ لما نحكي انت قلت انه المشروع اليوم هو موجود من جانب النظري، من جانب محاكاه حول طريقه تجسيد هذا المشروع على ارض الواقع، لكن لو نجيو نطبقوه بماذا سيساعد اعوان الحمايه المدنيه، وطريقه التطبيق كذلك هل هي بسيطه ومتاحه اليوم في البيئه الجزائريه؟ نعم طبعا، بالنسبه للتطبيق هو تطبيق سهل جدا. الطائرات بدون طيار مبرمجة بطيار آلي، انت ما لازمش تتحكم فيها، راح جوست تطلقها من فوق الغابات. حلينا مشكل تاع باطري اللي هو كان مشكل كبير بزاف، دونك ما عندناش مشكلة مع الباطري. طائرات بدون طيار تقدر تطير مدة طويلة ياس بزاف. شحال تقريبا المدة؟ حاليا التجارب الأولية قدرنا نلحقوا 3 ساعات 4 ساعات في الباطري. فيما يخص النموذج اللي موجود معك طبعا عماد. نعم. فيما يخص النموذج اللي موجود معك اليوم. نعم بالطبع. بالنسبة للباطري، نخدموا بالبطاريات تاع الليثيوم. الحاجة الوحيدة الشديدة أن قدرنا نلقاو طريقة جديدة كيفاش نشارجيو هذه البطاريات بلا ما الدرون تاعنا تعاود تهبط لنا لهنا الأرض. واللي هي؟ طريقة هي عبارة على ريشارجمون وايرلس، تسمى بدون سون فيل بمعنى العام هنا في الجزائر. دونك قدرنا ان هذا الباطري ليبو تاع الليثيوم نقدر نشارجيوها سون فيل، تسمى بلا ما الدرون تاعك تهبط لهنا الارض وتنحي الباطري تعاود تشارجيها، وهي في السماء انا نعاود نشارجيها. حتى ربما استفادة اعوان الحماية المدنية من مثل هكذا مشاريع فقط، ولو يتم عن طريق تحديد اماكن نشوب هذه الحرائق وتسهيل عملية تدخل اعوان الحماية المدنية في الوقت المناسب قبل ان تكبر هذه الحرائق، يعد انجاز إن تم استغلاله في محيط ولاية بسكرة أو حتى في ولايات أخرى معروفة وتشهد حرائق كل عام. فيما يخص اليوم طموحكم أنتم كطلبة جامعيين لما بعد مرحلة الجامعة اليوم والدخول بمثل هكذا مشاريع الحياة الاقتصادية بشكل عام، أو أن تستفيد مختلف القطاعات من مثل هذه المشاريع، ما الذي تطمحون إليه أنتم كطلبة جامعيين أو أنت بالأخص عماد فيما يخص تسهيلات من طرف السلطات المحلية؟ نعم بالطبع، تلقينا دعم بزاف، والناس شجعونا وقالوا لنا نوقفوا معاكم باش هذا البروجي نحاولوا رياليزيوه. دونك بروجي بهذا الحجم ماشي نقدر رياليزيوه بكل بساطة، ثم لازمنا نزيدو نكثروا لي تيست بزاف على البروجي نتاعنا، حتى ونتاكدوا باللي المشروع راهو جاهز بنسبه 90%، وين خصونا بعض التفاصيل الصغيره جدا
اللي موراها ان شاء الله راح نحاولوا علاش لا انه هذا المشروع رياليزيو في الحياه الواقعيه تاعنا. من ناحيه التراخيص ربما اللي على الاقل اجراء التجارب الاوليه فيما يخص هذا المشروع في محيط غابي على الاقل كتجربه اولى بالنسبه لكم عمل. نعم بالطبع نحاولوا. يلا طيب المشروع في جامعة بسكرة اليوم لما نحكيه على مشاريع مماثلة شفنا حتى أعتقد أنكم قمتم بمشروع مماثل مع الظرف الصحي اللي تعيشه الجزائر والعالم مع جائحة كورونا، هل اليوم الأفاق رحبة بالنسبة للطالب الجزائري اليوم في طرح مشاريع طموحة وربما قد تسهل الكثير من المشاكل؟ نعم بالطبع هذا ماهوش أول مشروع وإن شاء الله ماهوش آخر مشروع لنا. راح نحاولوا أن نساهموا بنسبة كبيرة أن نحسنوا الحياة نتاعنا خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي. يلا نحكيوا على قلت لي مش مشروع الأول ولن يكون الأخير إن شاء الله طبعا، ولكن ما هي المشاريع اللي ربما مشيتوا فيها في الأعوام الماضية؟ بالنسبة للأعوام الماضية المشاريع كان مثلا مشروع نتاع كوف فايت اللي درناه في شهر جوان وجويلية الماضية اللي يعاون على فرض إجراءات صحية اللي هو ارتداء الكمامة وتباعد صحي. المشاريع الأخرى كانت عبارة مثلا على بلاتفورم هي موجهة للناس اللي يحبوا الحوايج على الفضاء وين تسهل لك الوصول لعدة بيانات كانت طرحتها وكالة نازا. احنا هذا المشروع بدينا فيه مع في تحدي نازا سبيس اب تشالنج اللي راهم يديروا فيه كل عام. مشروع واحد اخر وين كنا قدرنا نديفلوبي بلاتفورم اللي توريك انبعاثات تاع الكربون 14 في العالم الكربون سي او 2 في العالم كامل عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي. كاين عده مشاريع اخرى. لو منك عماد لو نحكيو فيما يخص اليوم افاق البحث العلمي للطالب الجزائري، تشوف انه اليوم مع الامكانيات المتاحه اليوم وهالطفره المعرفيه اليوم فقط باستعمال الانترنت يمكنك الولوج اليوم الى ابحاث عديدة ومتنوعة في العالم بإمكان الطالب الجامعي أن يستفيد منها في الجزائر. شوف أنه اليوم ممكن للطالب الجامعي اللي ما زال تقريبا بين قوسين ما زال حشمان فيما يخص طرح هذا النوع من المشاريع، واش نقدروا نقولوا لهم وربما بالاعتماد على هذا المشروع اللي بشرتم فيه أنتما أنت وزوج من زملائك، واش نقدروا نقولوا لهم اللي يجسدوا فعلا تكون عندهم اراده يجسدوا مثل هذه المشاريع على الارض الواقع سواء في مذكرات تخرج او حتى مشاريع بحثيه؟ بالطبع هي جمله مشهوره نيفر جيف اب. احنا لهنا في الجزائر اغلب الزملاء اللي نعرفهم انهم كانوا يديروا مشاريع هايله بزاف ويبداوا فيهم من بعد سريعا ما يستسلموا وين جوست ما يواجهوا يبداوا يواجهوا في بعض الصعوبات في تنفيذ هذا المشروع من بعد يطلق كلش ويستسلم يروح يبدل ايدي واحده اخرى. انا النصيحه الوحيده اللي نقدر ننصحهم بها هي از تو نيفر جيف اب، ثم الايدي تاعك لازم تكمل معاها الاخر خطوه. الاخر خطوه وين تكون مقتنع بلي الايدي تاعك راهي مازالت امبوسيبل باش تترياليزا لازمك ما تستسلمش كمل معاها. ظاهر من كلامك انك متقن اللغه الانجليزيه اليوم فيما يخص الطالب الباحث، تشوف انه اليوم ضروري انه يتقن اللغه الانجليزيه في العالم للاستفاده من هذه الابحاث اللي تجرى لما نحكيو على مثل هذه المشاريع طائره بدون طيار، يعني تكون تقريبا مفتاح لفهم الواقع واقع تطوير مثل هذه الابحاث في العالم. نعم بالطبع لانه اغلب المصادر اللي كاينين في الانترنت اغلب الكتب اللي كنا نرشرشيو فيهم هما باللغه الانجليزيه. اغلب المواقع اللي كنا نطرحوا فيهم التساؤلات نتاعنا اللي كنا فيه نتواصلوا فيهم مع خبراء من العالم اللي يقدروا يعاونونا هما مواقع باللغه الانجليزيه. تسمى اللغه الانجليزيه حاليا هي جزء لا يتجزا من التكنولوجيا.
مو من أي مشروع، مفتاح لأي مشروع، مفتاح نجاح طبعا. نعم بالطبع. يلا نشكرك عماد الدين تبرمسين، طالب جامعي ومشروع وصاحب مشروع فلامينغو، وكذلك نوجه الشكر لطلبة موجودين معك في المشروع حتى الأستاذة المشرفة عليه، وبالتوفيق لك إن شاء الله ولجامعة بسكرة في مشاريع إن شاء الله طموحة أخرى نشوفها ويستفيد منها اليوم المجتمع الجزائري. شكرا لك عماد. إن شاء الله. شكرا. إلى